صباح الخير لجميع المتتبعين. اليوم الثلاثاء 7 أو 27 من شهر أوت 2024، اليوم راح دخلت منحة البطالة لشهر أوت في دفعتها الثانية، لما تنتهي حساباتهم من 4، 5، و6 في انتظار الدفعة الأخيرة غدا إن شاء الله 28. الدفعة الأخيرة راح تكون لمن تنتهي حساباتهم ب7، 8، و9، هذا كمعلومة للمستفيدين الجدد. كل واحد دخلته منحة البطالة بإمكانه سحبها من البريد اليوم أو غدا أو العام القادم، يعني المنحة راح تكون في حساباتكم، تبقى في الحساب سواء عبر شيك سواء عبر الموزع الآلي. لما دخلتوش منحة البطالة يعرف السبب، يدخل الموقع منحة .mdz، راح يشوف الموقع، راح يعطيله السبب، تعليق لا ما دخلتش، سواء سبب مؤقت كما قلنا أو سبب نهائي.